اريح جلس الله يبارك فيك شكرا بال فكره الاولى كيف عرفتي شنو دير نتايا الجلسه ديالك خصها جلسه زوينه غنجي نجلس حداك طار الكاميرا هنايا ارتاح مع راسك الله يبارك فيك ولا شي حيت عرفت الحفن ديال الماء هو هذا صافي النهاية ديالو غيوصل دابا الماء حدو هنا هذا الحفن ديال الماء صافي هذا هو النهاية ديالو كيفاش طاحت عليك الفكرة أنك تصاوب أنك هاد الفكرة طاحت عليا بالباراسول هو الأول دخل الله يبارك فيك بسم الله الفكرة طاحت عليا أنايا بالباراسول هو الأول الباراسول هو اللي بديتي به في الأول أنا ها هو أريح جلس الله يبارك فيك شكرا انت قبل الفكره الاولى كيف عرفتي شنو دير نتايا الجلسه ديالك خصها جلسه زوينه غنجي نجلس حداك طار الكاميرا هنايا ارتاح مع راسك الله يبارك فيك ولا تخليني نبرر بعداك هنا خير انا شحفت راحتك ارتاح مع راسك انت خاصك جلس جلس نتكونسونطرا معاك جلس مع راسك ارتاح بسم الله هاكا كلشي رداله راه خصني ندرك شنو غادي ندير راه ندلو هاد السنت هادي درت داك السنت هي الاولى حزمتها خصني خديت هاد ثلاثة تاع الطريفات رسخت الاول والثاني هادو هما جوج وهادو جوج هي اربعة غادي كتزاد الفكرة شت لونغل ما عنديش هي لاسباس حليت هاد لوفيرتير هادي وهادي وهادي هما ثلاثة ثلاثة شنو من حلتهم ولا عطاني لي سباس عطاك لي سباس فين تصاوب من عطاني لي سباس درت سلسله السلسله هي الاولى كاينه هي من درت السلسله كي جاني مزموط قلت خصني نبدل الفكره باش يولي عندي مفوه وانا ندير له ديك الصديفات ولا عندي لي سباس دابا الهواء صح يوم ملي كان جلس دابا ولا حطيته عادي اش كيبان لي كيبان لي القطن مزير مغموق خصني نحلو مني حليتو جاني حادر قلت شنو هو غادي ندير خصني نحفر في الارض باش يولي عندي عندك الهبطه تولي عندي الهبطه لتحت يولي الصالون مقاد ايوا انا غادي كنجتهد لا برافو مني شتو كيطيح عليا لتحت درت له ديك الطريفه تاع على السيك قعدت هو كيبان لك دابا المسائل مقاده والله برافو عليك شحال الوقت خدا لك باش انك تصاوب باش انك تصاوب واخا الوقت ما الوقت مع المده باش بديت انا الباراسول تقريبا باش بديتي من دابا راه من الاول باش صوت انا من الاول مخيم هنايا من الاول من الاول مخيمت ما شاء الله من الاول مخيمت هنا وخيمت في المول كبير اول ما كنت مع الحجار وهذا ما كتجيش في قصه مزيانه انا كتجلس مرتاح وكنقي هذه البليصه حدايا هذا الحجر اللي كتشوف فيه هذا الحجر اللي كتشوف فيه داير هنا كامل منين جاي رجع معهم للبلاجا قبلتي هنايا رانا شي كتجيبو من تماك من تما هادشي هذا اللي كتشوف فيها هو كامل هنا هاد لي سباس هذا هنايا التيره قدامي كلها كانت عامره صافي كتجمعو كامل كلها كانت عامره بالحجر في الصباح ملي كنجي الباراسولات كيمشيو بحال جوج في العشيه كيصبح الحجر في لابلاج خصك تهز حجره جوج كتجي كتنقي هنا وكتبقى قدامي البلايصه نقيه وكنبغي من الناس انا اللي كيجيو عليا رحمه الوالدين رحم لك الوالدين راه نقيت الدنيا لك انت هكا راه والله الا نقيت والله سمعتي منها شي حاجه زوينه وراه الناس كيقولوا لي انت يلاه رحم لك الوالدين على هادشي اللي كتقول قلت لهم انا هادشي كنقلب على رحمه الوالدين نورمالمون ما غاديش يوصل ما غاديش يوصل للبحر لا 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 هلا فند الماء هلا فند الماء هو هذا لفان الماء صافي هذيك النهايه ديالو هذه لفان الماء الماء الكبير علاش انا شديت العبار ديالو هنا راه عرفت كنعمل هذا الحجر هذا كان ولا انت درتي؟ لا انا كانت حاجه هادشي كنت كانت عادي بحال هاد البلاصه هكا بحال هكا فهمتك جبتي الحجر قديتيه هنايا هذا جمعته من هنا اللي كتشوف به انت ها المره ديال الحجر فين باقي مجمع اييه لا والله لا تبارك الله عليك الشيء هذا الدري اللي كيدوز هنا ديال البلديه اييه والباء هذه قبل العيد لما نقولش بها قبل العيد جيت عندك الدري هنايا مع الصباح قلت له خويا قلت له داك الشاف ديالكم لا الكابرا ولا شكون هو اللي بغى يجيب لي راه عطو يحطو لي هنا حدايا راه مع الصباح كنجي كنقي كنقي غير نجرها هكايا ونجمع لك داكشي نتعاون معاك وكنقي لهنايا ليلون من الصباح حتى العشيه من 8 الصباح كنجي حتى 8 العشيه كنا لي بخزا انت ونمشي في حال هادشي والله الا تبارك الله واللي كيجي يجلس هنا كيقول لي الله يرحم لك الوالدين تقول ما نعيطها الله فيها ما بغيت حتى حاجه صافي هذا هو المهم صافي هادشي اللي كاين والله الا تبارك الله عليك تبارك الله عليك ايوا بغيت نسولك على على اساس انت كيفاش عشتي شحال هادي عاود لينا على شي مغامره من المغامرات اللي عشتيهم وانا هنايا بحري هنايا
بحري انا البحر البحر هو هذا بحري انا يشد لا روتر البحر انا كندير شاف ليكيب كندير متر ليكيباج انا دوز اعالي البحر فوق 30 سنه راه كاع عرفونا اصدقاء هما الا كانوا كيشوفوا فيا وهذا راه عبد الفتاح كيسلم عليكم بركه واش راكم هذا الشيء اللي كاين وصلاتهم والله برافو عليك عندي اصدقاء هنايا باقي دابا كنتصل بهم من اكادير كاين بزاف اصدقاء فهمتي شكرا بزاف 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 وتبارك الله عليك راه الله يرحم والديك الله يلب الدنيا زوينه هكا سميه عبد الفتاح عبد الفتاح الادريس البوزيدي ما شاء الله تبارك الله عليك عبد الباسط متشرفين صراحه هذه الحاجه هذه عجبتني بزاف انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي هذه الحاجه هذه اللي طرات دابا حاليا باش انا نتلاقى سي عبد الفتاح بدلات لي نهاري على ود تخليك تشوف شي حاجه ايجابيه تخليك تشوف شي حاجه اللي مختلفه مرحبا برافو مرحبا عليك وتبارك الله عليك ملي كتطلع المارياك البحر كيجي في الزبله انت شتي المارياك دابا فين كاينه صافي حد هنا هي كتصاوب لا باقي فيها دو جور ياك باقي فيها غدا وغدا لو كنز حافظ لها الوقت عربي اخي حافظ لها الوقت برافو عليك العربي شحال اليوم الشهر اليوم لا 13 اها باقي لو 14 لو كان عاد الكسور الماري عاد تهبط يعني علم هادشي علم بحد ذاته البحري هو هكا يعني خدمة ديال الماء خدمة ديال الماء الماء ملي كيطلع دابا الماري ملي كطلع كنعمر دوك البوديزاج كنرش باش تبقى شاده الكباري ديالها صافي باش تبقى شاده الرمل راه خطر ما خطرش دابا نورمالمون ما غاديش يوصل البحر لا 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 هذا فند الماء هذا فند الماء هو هذا لفان الماء صافي هذيك النهاية ديالها هذه لفان الماء الماء الكبير علاش انا شديت العبار ديالو هنا راه عرفت كنعمل الله يرحمه برافو عليك لفان الماء هو هذا وانا خرجت هذا الليمون هنا وهذا الليمون على حساب البحر برافو عليك والله برافو هنايا